بمناسبة أيضا الحديث عن الباليه، لدينا قيمة كبيرة في هذا المجال وهي أرمينيا كامل. أرمينيا كامل دي أختي وزميلتي ومديرتي، لأني أنا طبعا من خريج الباليه، وكانت أرمينيا بارتنر معايا، بارتنر يعني بنرقص مع بعض وزملاء. هي زوجة الراحل عبد المنعم كامل، وكان أيضا أستاذي طبعا، ممتاز طبعا زوجة أستاذي ومديري الدكتور عبد المنعم كامل الله يرحمه، اللي كلنا بصراحة بندين له بالفضل لوجود فرقة باليه كبيرة زي فرقة باليه أوبرا القاهرة. عبد المنعم كامل هو له الفضل الأول في وجود الفرقة الباليه دهيت، يعني لو قعدت أقول أيام وشهور على فضل عبد المنعم كامل لفرقة الباليه مش هكفي حقه، لكن أنا هتكلم على أرمينيا. أرمينيا من الشخصيات الفنانة جدا جدا جدا، لها حس عالي جدا في الباليه، مصممة رائعة، مديرة مميزة، حاجات كتيرة جدا، صديقة أنا بعتز بصداقتها جدا جدا، متفاهمين جدا في العمل مع بعض، وكنا بنشتغل مع بعض من وانا عندي، اول ما الدكتور عبد المنعم درس لي وانا عندي 16 سنه وانا اعرف ارمينيا، لان هو اول ما جه كان جه من ايطاليا وكان متجوز ارمينيا، وبعدين اشتغلت انا معاه واشتغلت مع ارمينيا. فكل دوت يعني بصراحه انا سعيد جدا بوجود ارمينيا في دار الاوبرا، وارمينيا لها الفضل في وجود فرقه زي فرقه الباليه الكبيره دهيت. جميل. في وجودها برضك مدي للفرقه حضرتك تقوم بالاختيار وبالتدريب. بالظبط كده. طبعا ارمينيا معاها مجموعه مميزه جدا من المدربين ومن المساعدين ومن الفنانين المميزين، عديد من الفنانين.